السلام عليكم أخواني أحبائي في الله، اليوم معكم مع فيديو جديد وإنترنت مجاني بإذن الله. اليوم راح نعلمكم على برنامج جديد اسمه سيم. تدخل على السوق بلاي، تكتب سيم شباب، تحطوا بحث، ثاني خيار حصريا لخطوط التركسل طبعا، بتحملوه. هذا البرنامج طبعا شباب بيعطي كل 15 يوم جيجا بايت، وكل شهر بيعطي جيجا بايتين، 2 جيجا بايت. بس برنامج معتمد اساسا على جمع النقاط، كل يوم بيعطيك نقطة، يعني كل يوم تدخل على البرنامج بس وتخرج يعني، وهيك بيعطيك كل 15 يوم كل 15 نقطة جيجا، وكل 30 نقطة 2 جيجا بايت. حملنا البرنامج هلا، عم نحمله شباب. ها عملناه، رح نفتح البرنامج. فتح البرنامج، طبعا أنا تسجيل الدخول سهل كتير، تحط الرقم يجيك شفرة، تحط الشفرة وتدخل على البرنامج، طبيعي يعني بديهي كتير. تدخل على البرنامج تكبس على أول وحدة على اليسار اللي فيها صورة البنت، يعني كوبون لاري بيريكترين جيجا بايت لاري آنندا كافن، يعني تكبس عليها على المربع الأحمر هون، شوف مكتوب كل 15 كوبون جيجا بايت، كل 30 كوبون 2 جيجا بايت، كل 45 كوبون 45 نقطة 3 جيجا بايتات، كل 60 نقطة 4 جيجا بايتات، وكله لمدة أسبوع. تكبس على المربع الأحمر وبتاخد نقطتك. طبعا انا اخذ نقطتي هلا، اليوم اخذ نقطتي، صاروا 9، لسه في عندي 6 نقاط ليصيروا 15، ليصيروا 15 واربح الجيجا بايت، 1 جيجا بايت. هذا البرنامج شباب، واذا في عندكم اي سؤال اي شغلة ما فهمتوها فيكم تكتبوا لي على التعليقات. السلام عليكم.